مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق ومحاكاة. هنستخدم أدوات التحليل الفني الكلاسيكي لمراجعة وتحديث رؤية سهم مايكرون تكنولوجي. طيب، مبدئيا السهم على الإطار الزمني طويل الأجل صاعد، ولكن في مشاكل قوية جدا بتهدد هذا الاتجاه الصاعد، وممكن ينقلب إلى اتجاه هابط إذا ما نزل تحت مستويات 97 دولار. طيب، 97 دولار دي مهمة ليه؟ لأسباب كتير جدا، أهمها إنها دعم شهري أفقي، أدي أول حاجة، وعندها الآن بيجري خط القناة الصاعد، وفي نفس المكان بيكون قيعان قصيرة الأجل متتالية عند نفس المستويات على الإطار الزمني القصير، وبالتالي دعما ثلاثيا مجتمعا يبدأ من 96 حده السفلي ويمتد إلى 98 حده العلوي بسمك 2 دولار، يمثل حزمة الدعم الشهري طويلة الأجل. فوق هذه المستويات سهم مايكرون تكنولوجي مرشح لاستمرارية الاتجاه العرضي قصير الأجل الحاصل ما بين 97 أو 98 معاك لحد 113 كمقاومة مرة واثنين وثلاثة، وربما في حركة صاعدة للأعلى في مرة من المرات يتمكن من تجاوز 113 و114، وقتها يتحرر السهم من الضغط البيعي وممكن ينطلق ليلامس القمة التي بدأ من عندها التصحيح. وبالمناسبة هي مقاومة شهرية طويلة الأجل تبدأ من 155 وتصل إلى 160 دولار. تعالوا ندخل في التفاصيل. على الإطار الزمني القصير صمام الأمان لمن يمتلك مراكز افتراضية مفتوحة يجب أن يكون مجازا عند 96 دولار. كسر ذلك المستوى لأسفل مع إغلاق أسبوع كامل يستدعي اتباع سياسة تخفيف من المراكز الافتراضية المفتوحة، بينما إغلاق أسبوعين متتاليين يستدعي سياسة تخارج، لأن ممكن سياسة تخارج من المراكز الافتراضية المفتوحة، لأن ممكن الهبوط وقتها يذهب بسهولة إلى مناطق 84 دولار، ويا عالم هل هناك سيحافظ على خط الاتجاه الصاعد الأصلي أم سيقوم بكسره أيضا للأسفل. فصمام أمان مهم للغاية عند 96 دولار. نتكلم في التحرك الأفقي الحاصل على الإطار الزمني القصير. كما ذكرنا نلاحظ قوة المقاومة الموجودة حول 113 ثلاث مرات تصب السهم من فوق لتحت من فوق لتحت من فوق لتحت، وفي المقابل لدى السهم دعم جيد جدا وقوي للغاية حول مناطق الدعم الشهري. صراع قوي ما بين المشترين عند الدعم وما بين البائعين عند المقاومة. كسر الدعم معناه انتصار البائعين، بينما كسر المقاومة لأعلى معناه انتصار المشترين، وهذا يعني ان كسر الدعم معناه تهديد صمام الأمان، بينما كسر المقاومة لأعلى يسمح بمتاجرة افتراضية في متاجرة ورقية في سهم مايكرون تكنولوجي. أظن وقتها حجم التداول هيحدد إذا كانت مخاطرة مودريت أم مخاطرة منخفضة، وقتها وبناء على عنصر المخاطرة هنحدد الكاش الافتراضي المستخدم، هل هو 1% عفوا هل هو 2% أم هو 4% من الكاش الافتراضي. هذا الدخول الافتراضي ممكن يكون إضافة لمراكز افتراضية قديمة أو استخدام للكاش في صفقات افتراضية جديدة، وكلاهما مرهون بكسر 113 دولار لأعلى بحجم تداول مرتفع وإغلاق على الأقل يومين متتاليين غير يوم الكسر نفسه. الكسر نفسه لأعلى يحتاج طبعا تأكيد بحجم تداول أعلى من المتوسط بقليل، بينما أيام التأكيد تحتاج حجم تداول نوعا ما منخفض. إذا قفز
واستوفى الشروط المطلوبة، أهلا وسهلا. قفز ولم يستوفي الشروط المطلوبة وفتح بفجوة سعرية مثلا وقتها عند 118 ولا 120، لا داعي للمطاردة وقتها والاكتفاء بالمراكز الافتراضية القديمة الموجودة. أظن كده رؤية سهم مايكرون تكنولوجي اتضحت بناء على طلب السادة الكرام المشاهدين. كان معاكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.